الله رب العالمين. ادينا الشوط الاول من البطوله والحمد لله الاداء مقنع بدرجه كبيره جدا، حتى لو في بعض الاخطاء البسيطه لكن ما فيش اخطاء اثرت على نتائج المباريات. محمد معروف قدم مباراه رائعه، واحمد الغندور بطاقم برضه نفس الكلام قدم مباراه رائعه. ان شاء الله يعني املنا كبير ان الشوط الثاني بتاعنا في البطوله ينتهي بنفس الاداء عشان نقدم صوره كويسه للتحكيم المصري. هل تم الاستقرار على حكم المباراه النهائيه كده؟ الامور ماشيه في سكه كابتن محمود عاشور والكابتن امين عمر؟ لا لسه تماما. وعايز اقول لك على حاجه، والكلام ده انا مسؤول عنه، الاربعه حكام مرشحين لاداره المباراه اي واحد فيهم هيكون موجود في المباراه، فالاربعه مرشحين بنفس القوه. ممكن نشوف كابتن محمد معروف او كابتن احمد غندور في المباراه النهائيه؟ وارد جدا ممكن تشوفهم في المباراه برضه. امبارح كان في بعض الاخبار المنتشره على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي طبعا اكيد عن مطالبه نادي الزمالك لحكام اجانب في المباراه النهائيه، وكان هناك الاعتراض على بعض الاسماء المرشحه للمباراه النهائيه، شايف ده ازاي باعتبار حضرتك رئيس لجنه الحكم؟ لا انا ماليش دعوه بما يقال على السوشيال ميديا، احنا حتى ما بنتابعش خالص الكلام ده، انا ليا على ارض الواقع. يا اما يجي لي قرار من اتحاد الكوره ابدا ارد بالموافقه او عدم الموافقه، او الموافقه ليه وعدم الموافقه ليه. فخلينا اروح لما يجي رسمي، واتحاد الكوره المنوط اللي هو احنا بنشتغل كجزء مهم جدا في الاتحاد، لا يردوا علينا ويقولوا لنا واحنا بقى ليه ردنا، لكن احنا مش بنرد على السوشيال ميديا ولا اي حاجه خالص. اخبار، احنا بنتكلم على اخبار من السوشيال ميديا، اخبار ولا على الاخبار، انا ليا من ارض الواقع. في حاله يعني القبول والرفض يعني كيف سيتم التعامل مع الموقف؟ ما انا اقول لك الاجابه بتاعتي اللي انا في كل واحده يبقى ليها المبرر اللي انا هتكلم عنه، فمش عايز اسبق الاحداث لغايه ما يوصل لي حاجه رسمي، لكن لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه، الحكام جاهزين وان شاء الله ندي صوره للتحكيم المصري في ظل اللي انا عندي حكمين مرشحين لكاس العالم واثنين مساعدين بنفس الكلام. ما اظنش الانديه المصريه، ما اظنش وبقول الكلام ده ولا متوقع الانديه المصريه بعيد خالص عن الكلام ده، اللي لازم هتسند التحكيم المصري زي التحكيم المصري ما بيساند الانديه في البطولات وبيتمنى اليوم التوفيق بصفتنا ان احنا كلنا مصريين، كبيرة جدا في الأندية المصرية المحترمة إنها تسند التحكيم في هذه الفترة وإحنا بداية مسابقة جديدة. كابتن محمد طبعا من خلال متابعتنا ليك في المعسكر على طول، محاضرات فنية على طول، اجتماعات مع الحكام، تأهيل الحكام بشكل مستمر، الاجتماع امبارح كيف تعاملت مع الحكام طبعا في بعد مباراتي الأمس؟ احنا بنعمل دايما محاضرة الصبح، بتبقى موجودة محاضرة نظري بنتكلم في كل حاجة، وبعد الدور بتشوفنا احنا طول في ملعب نادي الوحدة بنتمرن. اتكلمنا على المباراة على قبل المباراة، لكن بكرة ان شاء الله هنبقى يعني عندنا تحليل للحالات الصبح، كل الحالات السلبية والإيجابية، وبعد على المغرب كده وبعد المغرب هيبقى عندنا تدريب عمل ان شاء الله. ان شاء الله السلبيات اللي كانت موجودة في اليوم الاول يعني تتلاشى في المباريات في اليوم الخميس ان شاء الله، والايجابيات ان شاء الله تقدر تكون موجوده ونزود منها ان شاء الله. واملنا كبير جدا في التحكيم المصري انه يقدم صوره طيبه دايما بقول لبلدنا الحبيبه مصر. سؤال اخير وانا اعرف منك الصراحه دايما، يعني هل الحكام تتاثر بردود السوشيال ميديا في ظل طبعا يعني هناك من يؤيد وهناك من يعارض وهناك من يعني يعرض وجهه نظره، وشايف ده كله ازاي؟ هل الحكام بتتاثر بكل هذا الكلام؟ كابتن خلي بالك الحكام اللي معانا حكام كبار، يعني احنا مش جايبين حكام صغار السن لسه مثلا فممكن يتأثر، لا حكام كبار ولعبوا بطولات ولعبوا في 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 في, في ماتشات كبيره جدا ما بين دول وفرق كبيره جدا، وتعرضوا لاكثر من مش كده بس، لا كتير جدا كان بيتعرضوا لنفس الكلام ده والاسلوب والطريقه اللي بعض الناس بتتكلم بيها، لكن هم عندهم خبرات كبيره جدا، ومش عايز اقول لك ان هم ما فيش خالص تأثر باي حاجه زي كده، مركزين لان احنا زي مين يعني كلمة دايما المنوط اللي احنا بنقولها على طول، العدل اسم من اسماء ربنا، اللي يشوفوه يحسبوه بالراعي ربنا في كل قرار سواء فني او قرار اداري. كابتن جدو امبارح كتب بوست يعني قال لك ازاي هيجي له كابتن محمود عاشور نوم بعد قرار امبارح، شايف ده ازاي؟ لا اكيد محمود عاشور نام كويس جدا، يعني ما فيش اي مشكله خالص، يعني انا شفته ما شفتش حتى الخبر، لكن انا بقول ان محمود نام كويس جدا وما فيش اي مشاكل خالص.